أهلا بكم من جديد. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول العلاقات بين الدولتين وملف السلام في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب، وأن الرئيس المصري أكد دعم مصر لجهود التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. زيارة ثانية خلال أقل من شهرين يقوم بها كوشنر إلى الشرق الأوسط، هذه المرة إلى قصر الاتحادية، حيث التقى اليوم مستشار ترامب بالرئيس السيسي وكذلك بعباس كامل مدير المخابرات وسامح شكري وزير الخارجية. وكان بصحبة كوشنر أيضا جيسون غرينبلانت المبعوث الخاص بترامب للمفاوضات الدولية. بيان الرئاسة المصرية حول اللقاء لم يأتي بجديد، حيث اشتمل على تصريحات متبادلة حول أهمية التعاون المصري الأمريكي في الحفاظ على استقرار المنطقة ودفع عملية السلام، إلا أنه كان من اللافت اشتمال البيان على تأكيد الرئيس السيسي على أن ذلك على أساس المرجعيات الدولية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتناقض مع التسريبات المتداولة حول الرؤية الأمريكية. ويرى مراقبون أن توقيت الزيارة يحمل دلالات عدة، حيث تدخل خطة ترامب مراحلها الأخيرة، وذلك وفقا لتصريحات توماس جولدبرغر القائم بأعمال السفير الأمريكي بمصر، حيث صرح الشهر الماضي أن الخطة الكاملة تقع في 60 صفحة أعدها فريق يتكون من 20 شخصا، وسيجري الإعلان عن كافة جوانبها في وقت قريب. وكان جولدبرغر أيضا قد نفى اشتمال خطة السلام الأمريكية على تبادل للأراضي في سيناء، وسيقتصر دورها على تنفيذ مشاريع اقتصادية. وبينما يظل الجانب السياسي من الخطة مجهولا، تم الكشف عن الجانب الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة تحت شعار السلام من أجل الازدهار، وهو المؤتمر الذي قاطعه الفلسطينيون ومثل مصر فيه نائب وزير المالية. وشملت الخطة منح مصر نحو 9 مليارات دولار من الاستثمارات والقروض خلال 10 سنوات لإقامة مشاريع في سيناء لصالح تحسين أوضاع فلسطيني غزة، وهو الملف الذي طالما أثار جدلا واسعا، خاصة في ظل غموض موقف القاهرة النهائي من الخطة. وينضم إلينا من واشنطن ماثيو برودسكي الباحث في مجموعة دراسات الأمن القومي، وينضم إلينا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي. أهلا بكم، برحب بكم أنتم الاثنين. وأبدأ معاك عبد الرحمن، وخلينا نتكلم بشكل عام في البداية، إيه هي الدلالات السياسية لزيارة كوشنر الثانية للشرق الأوسط بهذا التوقيت وزيارته لمصر بعد الأردن وإسرائيل؟ نعم، هي الدلالات السياسية واضحة. جاريد كوشنر يعني هو مستمر في محاولة تنفيذ أو دعوة الأطراف العربية إلى تبني خطته التي تسمى بخطة السلام، والتي يقف وراءه فيها دونالد ترامب، والتي تسمى بصفقة القرن. تم يعني الانتهاء من مؤتمر الشق الاقتصادي، ونحن رأيناه في ورشة المنامة في البحرين، وهو الآن يريد أن يعني يمارس بعض الضغوط أو يمارس بعض يعني المفاوضات حول البنود السياسية، والتي هي تمثل الشق الصعب، لأن في نهاية الأمر إذا كان المدخل اقتصاديا أو إذا كانت الأغواءات اقتصادية عن طريق إقامة مشاريع أو منح مالية تصل إلى 9 مليارات هنا أو 3 مليارات هناك، إلا أن الشق الاقتصادي هو الشق الصعب، ولا سيما بعد الاعتراف الرسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل في مايو 2018. ومن ثم هذه الخطة تأتي في سياق الجولات المكوكية التي يرغب أن يقوم بها جاريد كوشنر قبل الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر القادم،
لأن جميع التسريبات في الصحف الإسرائيلية وحتى ما قبل حتى الصحف الإسرائيلية تتحدث عن أن هناك نوع من أنواع الارتباط السياسي بين نتنياهو وبين ترامب فيما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة من أجل دعم نتنياهو في الانتخابات البرلمانية القادمة بعدما فشلت الحكومة الإسرائيلية في تشكيل حكومة ائتلاف أو حكومة توافق في الشق الأول من الانتخابات في يونيو أو مايو الماضي في النصف الأول من هذا العام، وبالتالي هو يريد أن يقوم بتنفيذ الشق السياسي قبل سبتمبر أو على الأقل يأخذ الضمانات الكافية لتنفيذ الشق السياسي. ومصر بطبيعة الحال هي في القلب من هذه المعادلة، ولا سيما مع التكهنات أو الأحاديث التي تتحدث عن مشاريع في سيناء أو تبادل أراضي في سيناء أو ما إلى ذلك. ومن ثم الدلالة السياسية واضحة أن مصر والأردن هما في القلب من القضية الفلسطينية، ومن ثم يجب أن يكون التوافق السياسي قادما منهما بشكل مباشر. أما التوافق الاقتصادي فهو يأتي بشكل رئيسي من دول الخليج التي من المقرر أن أو بحسب الخطة من المقرر أن تقوم بتمويل جزء من هذه الصفقة أو جزء من هذه الخطة. أهلا بك مرة أخرى سيد ماثيو، وبالتأكيد تعرف الانتقادات التي وجهت لكون سيد كوشنر صاحب خبرة في مجال الأعمال وليس السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط. هل تعتقد أن الرؤية التي يطرحها للقضية الفلسطينية يمكنها واقعيا الوصول للحل الذي فشلت في تحقيقه كل الإدارات الأمريكية السابقة؟ Well, I mean, like you just said, first نعم of مثل all, ما قلت في البداية لا أحد يضع المال المراهن على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأنا أظن أن الإدارة ترى هذه النقطة جيدا في رؤيتها في توقعها للوصول إلى حل، لكني أظن أيضا أن هذه الإدارة قد أنصتت بشكل جيد للنصائح وقد أخذت بعين الاعتبار جميع الدروس المستفادة، لأنه كما أشرت وأنت على حق فإن الكثير من الجهود قد أخفقت وبذلت من أجل حل هذا الصراع، ولكن بالتأكيد من خلال ترويج ودعم الشق الاقتصادي لأنه الشق الأهم. أدركت هذه الإدارة والقائمين على هذه الخطة بأنه من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين الضمانات المستقبلية للفلسطينيين وتحسين شروط حياتهم اليومية وإحداث التقدم والتطور الاقتصادي من أجل الحصول على المزيد من خراط الدول وحيازة الدعم لتقديمه للفلسطينيين ولهذه الخطة من أجل الإقدام على القرار السياسي، لكن أظن أن الكثير قد بذل إلى الآن من قبيل الاطلاع على أخطاء السابق وأخذها بعين الاعتبار ومن أجل السير في مسار مختلف. لذلك لا يمكن التكهن كثيرا بمضمون المكون السياسي قبل أن يجري الإعلان عنه، ولكن علينا أن نتجنب التحليلات المتشائمة وأن نتطلع إلى احتمال تحقيق السلام في الشرق الأوسط. طب عودة مرة أخرى يا عبد الرحمن، وبيان الرئاسة المصرية عن الزيارة كان فيه حرص على ذكر أن رؤية مصر ترتكز على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بدولة فلسطينية عاصمتها القدس. والحقيقة الكلام ده المتكرر وقاله الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة وأعلنته الخارجية بشكل مباشر وواضح في أكثر من مناسبة، ورغم أن ده عمليا يعني ضد كل التوجهات اللي بيعلنها ترامب واللي بيعلنها نتنياهو إلى آخره، ورغم ذلك برضو مصر أرسلت مندوب إلى البحرين. في رأيك شايف المشهد ده كله إزاي؟ يعني في حقيقة الأمر أن المندوب الذي أرسل للبحرين كان نائب وزير المالية، ومن ثم لم يكن تمثيلا قويا أو ذي ثقل على مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى وزارة الرئاسة. وأنا أعتقد أن ذهاب هذا المندوب هو كمن يرسل أحد الأتباع أو يعني كما يرسل يعني أحد التجار أتباعه لمعرفة الصفقة قبل الإمضاء عليها. برأيي الشخصي أن هذا هو ليس موقف السيسي، هو موقف في عقيدة الدولة المصرية من أيام مبارك، رغم التقارب المصري الإسرائيلي في عصر مبارك والذي ارتفع بشدة وبوتيرة كبيرة في عهد عبد الفتاح السيسي.
لكن هذا موقف حقيقة عقائدي للدولة المصرية فيما يتعلق بمسألة الموقف من فلسطين. وأنا أعتقد أن مصر أيضا تقوم يعني بإلقاء الكرة في ملعب القوى الدولية، بمعنى أن مصر دائما في القرارات الكبرى سواء كانت في حرب العراق أو في حرب الخليج الأولى أو ما إلى ذلك لا تتحرك إلا بغطاء دولي، ومن ثم هي لا ترغب أن تكون هي في وجه المدفع كما يقولون فيما يتعلق في الشق السياسي، ولا سيما أن الشق السياسي من التسريبات الجارية هو يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية تماما، ليس لا يؤدي إلى حلها كما يذهب السيد جاريد كوشنر أو كما قال ضيفك في البرنامج، هو محاولة لتصفية القضية. ونحن لاحظنا في ورشة المنامة في البحرين أن السيد جاريد كوشنر تجنب تماما ذكر كلمة فلسطين، لن تجد كلمة فلسطين في هذه الورشة، ستجد كلمة غزة والضفة الغربية، وهو ما قام به الضيوف الكبار أيضا في هذه الورشة. ومن ثم فإن مصر لا ترغب أن تكون هي يعني كبش الفداء في هذا الأمر. أنا برأيي الشخصي، وهذا ما كتبته سابقا من خلال متابعتي لهذه القضية منذ مسألة تيران وصنافير، أن سيكون هناك ليس نوع من أنواع التنازل عن هذه المبادئ، ولكن سيكون هناك تفريغ من مضمونها، أو سيكون هناك نوع من أنواع التسلل فيها، أو نوع من أنواع الانسحاب البطيء نحوها. لذلك أن القضية ليست قضية اقتصادية كما يذهب السيد جاريد كوشنر أو كما يتفضل ضيفك، لأن القضية ببساطة شديدة هي قضية الأرض، هي قضية الحقوق الفلسطينية التاريخية، هي قضية لاجئين مشردين في العالم ترفض إسرائيل حق العودة إليهم. ومن ثم المسألة كما تفضلتي هي تدار بعقلية رجل الأعمال سواء كانت ترامب أو صهره، كلاهما رجل أعمال وكلاهما يأتي ليريد ليحل مشكلة الشرق الأوسط على طريقة ماذا تريد؟ هل تريد مال؟ خذ هذا المال واترك حقك. بالطبع القضايا التاريخية والقضايا الحقوقية التي تتعلق بالأرض وتتعلق باللاجئين لا تحل بمثل هذه الأمور، لكنهم يراهنون على فكرة ضعف القوى الضعف السياسي للأنظمة العربية في الوقت الحالي، ولا سيما بعد إرهاقات أو الإنهاك الذي طال بعد هذه الدول بعد ثورات الربيع العربي والانقلابات التي تمت على هذه الثورات. ونحن إذا أردنا مثلا جيدا إلى هذا فإننا سنجد أن السيد ترامب قام في عام 2018 بمجموعة إجراءات تفسر الإجراءات الموجودة في 2019. الإجراء الأول هو إغلاق مقر البعثة الدائمة للسلطة الفلسطينية في واشنطن، ثم بعد ذلك قرر تخفيض الدعم الممنوح إلى منظمة الأونروا، ثم بعد ذلك تم وقف الدعم تماما لمنظمة الأونروا، وكانت دائما الحجج بأن الفلسطينيين لا يريدون أن ينخرطون في عملية سلام، لكن هذا هو العنوان البراق، لكن في المضامين أن الفلسطينيون لا يريدون أن يقبلوا بخطة أو بصفقة القرن التي تقوم على فكرة التنازل التام وتصفية القضية عن الأراضي الفلسطينية أو أراضيهم، والتنازل عن حق العودة، والتنازل عن القدس الشرقية، والتي تمثل اللاءات الثلاثة التاريخية أو المعروفة في هذه القضية. أعتقد أن العرب قدموا مبادرة 2002 التي وصفها السيد جاريد كوشنر بأنها يعني غير فعالة وما إلى ذلك، وطبعا هذا ليس حديث منضبط، لأن هذه المبادرة رغم قدمها منذ عام 2002 إلا أنها كانت تقول التطبيع مقابل السلام، بمعنى أن يكون هناك سلام عادل يشمل حقوق الفلسطينيين في أراضي ما قبل 5 يونيو 67 مقابل تطبيع تام وشامل. الآن جاريد كوشنر يجد أن الصفقات التجارية مع الأنظمة العربية تأتي ثمرها، ونحن نرى الآن نوع من أنواع التطبيع الرسمي ومحاولات لأنواع التطبيع. الشعب يلقى مقاومة ما، وبالتالي هو يرى أن الصفقة التجارية ستضغط سياسيا وستؤدي إلى نوع من أنواع النجاح السياسي، لكن النظام المصري يفهم هذا الأمر وهو لا يريد أن يتورط في هذا الأمر مباشرة. لذلك أنا أميل إلى أن ما سيكون بشأن سيناء هو مشاريع من خلالها يتم يعني سحب الفلسطينيين رويدا رويدا، إما للعمل أو إما للإقامة حولها، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك نوع من أنواع تبادل الأراضي المباشر مثلما كان يظن البعض. طب عودة مرة أخرى سيد ماثيو، كما تفضل ضيفي عبد الرحمن، إدارة ترامب بالفعل نقلت السفارة الأمريكية للقدس وأوقفت دعم برنامج الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين وأغلقت مقر منظمة التحرير. بعد كل هذه الإجراءات كيف يمكن أن يتوقع العرب أن يكون كوشنر وسيطا محايدا في هذه القضية؟
في البداية إسرائيل هي حليف الولايات المتحدة الأمريكية، ولذا فإن هذه الإدارة تعاملها كحليف. البلدان الأخرى لديها علاقات مختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الفلسطينيون وأولئك الذين يمثلونهم لهم علاقات مديدة وطويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا رقم واحد. رقم اثنان، حين يتعلق الأمر بما الذي ستكون عليه الصيغة النهائية، تدرك الإدارة الأمريكية تدرك الإدارة الأمريكية ما الذي يحتاجه الناس وما الذي يتطلعون إليه. فعلى الصعيد الدولي هنالك إشارة لقرارات الأمم المتحدة 224 والقرارات الأخرى. في الحقيقة فيما يتعلق بموضوع السفارة، من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع سفارتها في أي مدينة ترغب بها، ووفقا للرؤية الأمريكية فإن عاصمة إسرائيل أو العاصمة المدينة المناسبة للسفارة هي مدينة القدس. أما آخر المساعي التي كان يرغب فيها الطرفان في إحراز السلام، في الحقيقة بدأت منذ السبعينات وبرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلقت أولى مبادرات السلام في ذلك الوقت. الأونروا بوصفها منظمة وجدت قبل هذا الصراع، فهي لا تخدم في إيجاد حل هذا الصراع. وبالتأكيد فيما يتعلق بمكتب منظمة التحرير الفلسطينية، إذا كانوا يرغبون في الانخراط في عملية سلام فعليهم أن ينخرطوا بها في الشرق الأوسط. ما الذي تفعله مكاتبهم هنا؟ هذه هي وجهة النظر الأمريكية. السلطة الفلسطينية لا تكف عن المطالبة بأن حقهم هو أن تكون عاصمتهم هي القدس. هذا ليس حقهم المضمون. ما يجب عليهم فعله هو الجلوس إلى الطاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل، من أجل قضية اللاجئين، ومن أجل المشاكل الأخرى، وهذا ما يتعين مناقشته على طاولة سيد المفاوضات. سيد ماثيو، حضرتك بتقول أن السلطة الفلسطينية تطالب بحقها في أن القدس تكون عاصمة لفلسطين، وأن ده طلبها، بس ده مش طلبها، يعني دي قرارات الأمم المتحدة، ده قرارات المرجعية الدولية ومجلس الأمن، يعني دي قرارات المرجعية الدولية، مش طلب السلطة. The UN Security Council resolution. قرار مجلس الأمن 224 و338 الذي تلف بعد سنة هو يحدد حدود التي رسمت بعد عام 1967. وهو يعطي الفلسطينيين الحق في الحصول على دولة، ولكنه لا يقبل ولا يحدد العاصمة. في ذلك الوقت لم يقبل الفلسطينيون بالدولة التي منحت لهم بموجب تلك القرارات. والآن الخطة السياسية التي تحاول الإدارة الحالية في الإدارة الأمريكية الدفع بها هي جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات من أجل بحث المطالب التي لدى الطرفين. لكن إذا استمر الفلسطينيون في هذه المطالبات فأنا أعتقد أنها لن تتحقق في ظل أي إدارة أمريكية، ومعظم الدول العربية الأخرى تدرك هذا الواقع. لذلك يتعين ونأمل أن تعود السلطات الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات من أجل بحث هذه النقاط والكف عن ترداد الشعارات. طب سيد ماثيو، بالعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات وبالعودة مرة أخرى للخطة المالية، هناك انتقادات بالفعل وجهت لها بأن قيمة الخطة المالية نفسها محدودة للغاية، 50 مليار دولار على 10 سنوات في صورة قروض واستثمارات، ليست عرضا مغريا، حتى لو نظرنا إلى مصر نفسها تحديدا 9 مليارات دولار فقط، نصفها قروض على مدار 10 سنوات، لا تمثل فارقا كبيرا في الاقتصاد المصري. ما رأيك؟
من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من الأصدقاء والحلفاء في أرجاء الشرق الأوسط، وهي تدرك بأن هنالك الكثير من الدول التي تستطيع تقديم الموارد المالية والمزيد من الاستثمار، وأن هذه الدول على استطاعة أكثر لتقديم هذا الجانب المالي، في حين تقدم الولايات المتحدة وهذه الدول الغطاء المالي، لأن هذه الخطة لن تحدث في الفراغ. في الحقيقة لدى جاريد كوشنر اهتمام كبير في حل هذا الصراع، وهو على تواصل مباشر مع الدول العربية من أجل ضمان أمنها على سبيل المثال في مواجهة التهديد الإيراني والتعامل مع مواضيع السياسة الخارجية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر إلى مصر على أنها دولة تبحث عن المساعدات النقدية. هنالك علاقات متميزة جدا بين الولايات المتحدة ومصر، ونحن نقدم الكثير لمساعدة مصر، لكن هنالك الكثير الذي يتعين فعله من أجل تصدي للوضع في غزة، وعلى سبيل المثال حيث تقوم حماس بإدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين. عودة مرة أخرى سيد عبد الرحمن، واستمعت إلى طرح سيد ماثيو، إيه تقييمك لطرح سيد ماثيو؟ يعني هو السيد ماثيو يردد خطاب كوشنر بشكل أو بآخر، يعني أو بطريقة أخرى، أو يعيد صياغته، ومن ثم أنا يعني لا أتفق تماما مع هذا الطرح، لأنك كما تفضلت يعني هي ليست رغبة أطفال أن يطلب الفلسطينيون أن تكون القدس عاصمة لدولتهم، أو القدس الشرقية تحديدا كما يعني ترى مصر، أو كما ترى كثير من الدول العربية خلال يعني الصراع العربي الإسرائيلي منذ 60 عاما أو يزيد. برأيي أن هذه الكلمات أو هذه التصريحات من السيد الزميل الضيف يعني هي في نهاية الأمر يعني لا ترى أن فكرة الحق التاريخي موجودة أصلا، هي يعني تتحدث بفكرة المنع على الفلسطينيين، أو وكأنما سيعطى إلى الفلسطينيين هو منحة. من حق الفلسطينيين أن يكون لهم تمثيل في كل مكان، من حق الفلسطينيين أن يتحدثوا عن أراضيهم التاريخية. إسرائيل يعني عندما وجدت هي وجدت من العدم، هي وجدت من الفراغ، وخلال الصراع أصبحت أمر واقع، لكن هذا لا يعطيها الحق أن تلغي وجود الفلسطينيين تماما، لا يعطيها الحق أن ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين. العالم يعترف بأن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين. مسألة الأونروا ببساطة هو يتم إلغائها بحيث يكون الوسيلة الوحيدة للمساعدات الاقتصادية هو الصندوق الذي سيطرح الذي طرح في ورشة البحرين. وبالتالي إذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها، فإن ما تقوم به إدارة ترامب هو نوع من أنواع الابتزاز الرخيص لحقوق الفلسطينيين في أن يكون لهم عيش كريم. هم يريدون أن يقولوا بشكل غير مباشر، إذا أردتم عيشا كريما، أو إذا أردتم أن يكون لكم حقوق اقتصادية ما، فعليكم أن تتنازلوا عن أراضيكم، عليكم أن تتنازلوا عن حق العودة، عليكم أن تتنازلوا عن القدس، رغم أن القدس فيها المسجد الأقصى. وكما أن إسرائيل تدعي أن القدس هي مكان مقدس لها، فالمسلمين أيضا ومن بينهم الفلسطينيين يدعون أن القدس لهم هي مكان مقدس لهم أيضا. ومن ثم هذه القضايا لا يمكن أن تحل بقوة، أو لا يمكن أن تحل جبرا وكسرا. يعني دروس التاريخ كلها لا تقول هذا. ربما بالطبع ترامب لأنه يعني شخص لديه حالة من يوفوريا القوة، أو لديه حالة من يعني الشعور بالقوة، أو يتعامل مع رؤساء أو قادة الدول العربية بقدر من الدنيا، لذلك هو يتحدث بلغة القوة ويريد أن يفرض منطقه، على الرغم من أن دول العالم والدول الأوروبية كلها لم يعترف أحد منهم بخطوة نقل السفارة الأمريكية أو بالقدس إلى هناك. ومن ثم يعني أرى أن هذا الكلام للأسف يعني لا يتميز بالحكمة، ولا يرى دروس التاريخ التي تعلمنا أن الأراضي لا تنتزع بالقوة. شكرا لك، كنت معنا من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي. وشكرا من واشنطن كنت معنا مستر ماثيو برودسكي الباحث في مجموعة دراسات الأمن القومي، شرفتونا. شكرا لكم متابعتكم، ليلتكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله يا رب.